صباح الفل والهنا والسرور عليكم وعلى كل الاطفال اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، بنات وولاد وولاد وبنات، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بنات وولاد. وحشوني قوي قوي قوي، ويلا بينا نبتدي حلقتنا مع سكر. ازيك يا سكر؟ ازيك يا مره عامله ايه يا روح قلبي؟ انا مبسوطه خالص خالص، وانتوا هتتبسطوا مني خالص الحلقه دي. الله، اكيد هتبقى حلقه حلوه قوي قوي طالما انت عامله حاجه حلوه وهنتبسط منك. عامله لنا ايه بقى علشان نتبسط منك يا سكر؟ خلاص خلاص يا مره، انا هرفع راسي مصري فوق خالص بعد الرئيس العظيم انور السادات، والكاتب الكبير نجيب محفوظ، وبعد الدكتور العظيم احمد زويل. الثلاثه اخذوا جائزه النوبل، هم الثلاثة المصريين أخذوا جائزة النوبل. برافو برافو يا سكر، ده أنت مذاكرة وحافظة. فعلا الرئيس الراحل أنور السادات خد جائزة نوبل في السلام، والأديب الكبير نجيب محفوظ أخدها في الأدب، والعالم الكبير أحمد زويل أخدها في العلوم. برافو عليك يا سكر. أنت بقى عاملة لنا إيه بقى؟ القادمة في جائزة نوبل، انتظروا سكر في جائزة نوبل. ايه ده؟ سكر انت هتجيب لنا جائزة نوبل؟ اخترا هينقذ البشرية كلها، وكل الاطفال هتبقى مبسوطة من الاختراع بتاعي ده يا مرمر. الله الله، سكر عامله لنا اختراع حلو قوي. ايه يا سكر الاختراع ده؟ فرحيني فرحيني. سلايم. ايه؟ سلايم. سلايم ده اللي بيلعبوا بيه الاطفال؟ دي مش لعبة يا مرمر، ده اختراع بتاعي أنا، أنا اختراعات سلايم بيتاكل، وجائزة نوبل أنا اللي هاخدها علشان أنا خلاص هساعد الأطفال يلعبوا سلايم وبعد كده ياكلوه، وده الجديد اللي أنا بعمله وبقدمه لكم. ثواني، سلايم وبيتاكل إزاي؟ مش فاهمة. أيوه، ومش هيتاكل بس، لأ ده أنا كمان عملت له نكهات، سلايم بالشوكولاتة، وسلايم بالفواكه، وسلايم بالفراولة، وحاجات كتيرة جدا وأنواع متعددة خالص. لا أنا مش فاهمة بصراحة، أنا كل معلوماتي بصراحة يا سكر عن السلايم إنها لعبة بيلعبوها الأطفال، مش كده؟ ما هو ده بقى الاختراع يا مرمر. طب فهميني، يعني السلايم اللي أنت اخترعتيه ده بيتعمل إزاي؟ مكوناته إيه يا سكر؟ قولي لي كده وانا هقولك المكونات بتاعه السلايم. قولي لي. اقولك السلايم بيتعمل بتاعي ازاي. انا السلايم بتاعي بيتعمل من الدقيق والميه، نعجنهم في بعضيهم كده ويبقى سلايم. لا لا استني استني، السلايم ما بتعملش كده خالص، مين قالك اصلا ان السلايم بتعمل كده؟ انا عرفت كده، حتى انا عملته بابا كلو واتبسط قوي. بصي انا جبتلك منه حته علشان الناس تشوفه وتعرفه بقى. ايه ده يا سكر؟ ايه ده؟ ده مش سلايم، دي عجينه، عجينه عاديه. عجينه ايه؟ لا دي سلايم. لا سلايم ايه، دي عجينه بتعمل بيها مخبوزات، كحك، ممكن يتعمل بيها عيش، موجوده كل في كل الافران عادي. عجينه كل الافران. ايه كل الافران خدت جائزه النوبل؟ الافران اللي خدت جائزه نوبل؟ الافران هتاخد جائزه نوبل في الفينو يا سكر؟ لا موجوده يعني حاجه معروفه، مش اختراع، ده عجينه. عجينه ازاي الكلام ده؟ انا شفت ماما بتعملها فانبهرت بصراحه، قلت لها بتعملي ايه يا ماما؟ قالت لي بعجن، فشفت العجينه دي شبه السلايم، فقلت بقى انا فكرت بقى الفكره دي بتاعتي انا، قلت انا هعمل زي ماما وهخترع بقى واعمل سلايم زي بتاع ماما واخد جائزه النوبل، ولا اتفل كلها تفرح وتاكل وتلعب، تفرح وتاكل وتلعب. لا يا سكر الحقيقه للاسف ده مش سلايم، دي عجينه. انت بتضحكي ليه؟ يعني ده مش سلايم؟ لا مش سلايم يا سكر. يعني ده مش اختراع خالص؟ لا مش اختراع خالص بصراحة. طب أنا عايزة أخد جايزة النوبل، أخدها في إيه يا مرة؟ هقولك تاخديها في إيه، ممكن تفكري مثلا خديها في الأدب. أدب؟ ما أنا مؤدبة. لا مش مش إن أنت تبقي مؤدبة، يعني أنا أقصد بالأدب يعني القراءة والثقافة، ده الأدب لا أقصده. ثقافة وقراءة؟ أيوة، يعني ممكن يعني تكتبي قصة، تكتبي شعر، هو ده الأدب، هي دي الثقافة والقراءة يا سكر.
هو أنا لسه هتثقف وأقرأ علشان أخد الجايزة دي كمان. لا لا خلاص، أنت مش عايزة تتعبي في أي حاجة يا سكر، ده حتى الاختراع اللي اخترعتيه كانت ماما هي اللي قاعدة بتعجنه، عجبتك الفكرة عملتيها. بص يا سكر، تعالي نخلص الحلقة بتاعتنا النهاردة علشان ورانا يعني فقرات كتير عايزين نلحقها. أصدقائي الحلوين، حلوة قوي إن سكر عندها طموح أخيراً إنها تاخد جايزة نوبل، بس يعني هي أحلامها بتروح في حتة تانية. يا ريت كلنا يكون عندنا نفس الأحلام دي ومحدش يستصعب أو يبعد الفكرة عن خياله، ممكن بحاجة صغيرة جدا ممكن تجتهد فيها وتنجح فيها، ومين عالم يمكن أنت تكون المصري رقم 4 وتاخد جايزة نوبل في الاختراع اللي أنت هتخترعه. وتعالوا نشوف هيمتو جايبة لنا إيه، زي كل مرة بتحب تفرحنا وتفرح الأطفال. هيمتو جايبة لنا المرة دي شيكو هيمتو برضو، بس المرة دي فيها لعب وحاجات لطيفة. بص عندنا ألعاب كتيرة قوي حلوة قوي، عربية وأشكال كتير 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 أهي هيمتو جايبها لنا. وعندنا اللون البينك واللون الأزرق للبنات وللولاد. وطبعا هفكركم زي كل مرة وأقول لكم إن منتجات هيمتو بيتم تصنيعها طبقا للمواصفات العالمية، وطبعا هي مطابقة لمواصفات وزارة الصحة المصرية وخالية تماما تماما من الألوان الصناعية. ميرسي هيمتو على المنتجات الجميلة دي، وميرسي على الألعاب الموجودة جوه المنتجات. وخلصت فقرتنا النهاردة، ويلا بينا نروح لفقرات جديدة حلوة وممتعة، يلا بينا. هقول حواديت واعمل عباية فيها خبايا وفيها مزايا. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، انا مرمر زبقر عندي معاك. وصلنا لفقره المسابقه بتاعتنا، ومسابقتنا النهارده عن اللغه العربيه. وطبعا احنا رجعنا للدراسه تاني، واكيد طبعا اصحابي مبسوطين قوي زي سكر ان هم رجعوا للدراسه، صح؟ مش انتوا مبسوطين؟ ودلوقتي احنا في الترم التاني، وتشجيع بقى ان احنا دخلنا الترم التاني. انا جايبه لكم مسابقه حلوه قوي. عايزه اقول لمامز اللي في بيتفرجوا عليا ان المسابقه اللي احنا بنعملها النهارده هي حاجه حلوه لطيفه جدا، احنا ممكن نلعب مع اولادنا عن طريق المسابقات وعن طريق اللعب، نعلمهم الحاجه بطريقه غير مباشره، لان الطفل طبعا ما بيحبش الحاجه بطريقه مباشره. فاحنا في البرنامج بتاعنا عندنا اللعبه دي في اتنين، بمعنى ايه؟ ان خاصيه اللعبه بتاعتنا هي منعلم الساعه في نفس الوقت منعلم لغه عربيه. هتتلعب ازاي؟ هشرحها بس بعد ما نتعرف على المتسابقين اللي معانا من البنات ومن الولاد. تعالي نتعرف على البنات الاول، يلا قولي اسمك. رودينا. سلمى. وسلمى. وجنى. رودينا وسلمى وجنى من فريق البنات، ومعانا فريق الولاد مين؟ علي. علي. عبد الرحمن. وعبد الرحمن. وزياد. وزياد. مين فيكم اشطر من مين، البنات ولا الولاد؟ ده اللي هنعرفه في الساعه وفي اللغه العربيه. تعالوا معانا نشوف مين فيكم بيفهم في الساعه. انا. الساعه الرقميه، مش اللي هي الرقميه، اللي هي دي 12 واحد 2 دي، مش اللي هي رقميه. كلكم عارفينها؟ عارفين ازاي تبقى الساعه 12 و10 12 وربع؟ عارفين جدا. طيب حلو قوي. دي على الأربعة ولا تحت دي؟ ده عقرب ايه؟ ايوه على الأربعة بالظبط. ده عقرب الساعه اللي هو بيبقى صغير، وده عقرب الدقايق. الدقايق صح؟ الدقيقة الساعة فيها كام دقيقة؟ 60. برافو عليك. وده احنا بره المسابقة، بس قلت اشوف المعلومات. اللعبة بتاعتنا ممكن اي نعملها في اي مامي تعملها كده تشجع الولاد بيها. فرخ عادي، كرتون عادي بنعمله، وبنلزق عليه اي لون مبهج حسب ما الطفل بتاعنا بيحب لون ايه. وبشاليمو ماتيريال بسيطه جدا عندنا، بنعملها وبنلزقها بدبوس كده، وبنعمل عقرب الساعات وعقرب الدقائق. بس بدل الساعه الارقام دي 12 و1 و2 و3 هنحط ايه؟ زي ما احنا مكتوب كده، يا ريت الكاميرا تجيب. استفهام، فعل مضارع مرفوع بالضمه، منصوب بالفتحه، اسم مجرور في، اين، اسم كان بالكسره مفعول به، اسم ان مبتدا. يعني ايه اللعبه دي؟ هقول لكم دلوقتي يعني ايه اللعبه دي. تعالوا نبدا نلعبها وانتوا هتفهموا. تعالوا نبدا فريق البنات. الساعه 1:15، يلا يا رودي حطي لي العقارب على 1:15.
لا تعالي قومي اعمليها. الصغير هيبقى على واحدة. ايوه. وده يبقى على التلاتة. برافو عليكي. برافو برافو. لا ثواني اعملها لك كده. اقعدي يا رودي وتعالوا. الساعة واحدة وربع. كساعة رودي عملتها صح، برافو عليك. طب تعالي اقراها، الساعة كام بقى؟ فعل مضارع منصوب بالفتحة. صح ولا غلط؟ يعني اقول فعل مضارع منصوب بالفتحة. اه الساعة كده مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ مش مظبوطة. يبقى ايه الصح؟ تبقى الساعة كام؟ مرفوعة بالضمة. تبقى الساعة كام؟ مرفوعة بالضمة. تبقى الساعة كام؟ تبقى فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع بالضمة. هتبقى مرفوع بالضمة. تبقى هنا الساعة كام؟ واحدة ها؟ وعشرة. برافو عليكي، برافو يا سلمى. الساعة واحدة وعشرة، وهي دي اللعبة. احنا بنعرف اللعبة الساعة كام وفي نفس الوقت بنعرف الإعراب صح ولا غلط. تعالى نروح لفريق الولاد نقول الساعة الساعة 4:30. يلا يلا علي حطها على 4:30. وقف هنا بس كده علشان الكاميرا تشوفك. الساعة 4:30. برافو عليك. قولي بقى اقراها بقى كده الساعة. اسم مجرور. اه اين اسم مجرور؟ غلط. يبقى الساعة مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ مش مظبوطة. طيب تعالى نشوف اين تبقى ايه. خلينا في اين. ايوه هتبقى ايه؟ عرفتيها؟ دي فرصة للولاد هنا يشجعوا. منصوب الضمة. ها؟ منصوب؟ دور 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 دور. ها؟ أنا عارف. ها قول. استفهام. استفهام، برافو عليك. بقت الساعة كام؟ الساعة 12:30. برافو عليكوا، برافو عليكوا، شاطرين. صعبة اللعبة ولا سهلة؟ سهلة. طيب يلا بقى عشان تقوموا شفتوا اللعبة اتخضيتوا. يلا يلا بقى دلوقتي واحد واحد. نشوف فريق البنات. الساعة 6 بالظبط. 6؟ الساعة 6 بالظبط. هي هي. لا دي سهلة دي. 6 مظبوطة ولا لا؟ مظبوط. مظبوط. صوتك مظبوط. الساعة مظبوطة. أين هي أداة استفهام؟ اقعدي. صح. عاملين لنا أسئلة سهلة. طيب الولاد أنا عايزة أسئلة صعبة. الولاد الساعة 10:10. عايزة تبقى الساعة 10:10. العقرب الصغير على 10 والعقرب الكبير. دي صعبة على فكرة. سهلة. الساعة 10 والعقرب الكبير فين؟ و10. 10:10. أنا عارف. انت من فريق الولاد. اثنين على اثنين. برافو. تعال بس ما تغطوش. برافو. يبقى الساعه 10:10. نقراها. اسم ان مرفوعه بالضمه. اسم ان مرفوع بالضمه. الساعه كده مظبوطه ولا مش منصوب؟ برافو. شفتوا بقى اللعبه حلوه ازاي وانتوا كنتوا بتقولوا مش حلوه اللعبه في الاول. يبقى اسم ان منصوب بالفتحه. بقت الساعه كام؟ 10:15. شاطرين شاطرين الولاد. برافو برافو بجد، انا مبسوطه جدا. تعال نروح لفريق البنات. يلا 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 يا جنى. الساعه مديني هنا دلوقتي بتقول بيقولوا دلوقتي التايم بتاعنا الساعه 11:15. تعالي جنبي هنا، تعالي جنبي. الساعه 11:15. العقرب الصغير على 11 والعقرب الكبير فين؟ هنا. دي 10 يا جنى. وربع كده. اقريها. تعالي اقفي هنا. الساعة 11:15. مبتدأ منصوب بالفتحة. الساعة صح ولا غلط؟ الساعة غلط. طيب ايه الإجابة الصحيحة؟ مبتدأ مرفوع بالضم. واحدة يبقى تبقى ايه؟ 10 11 لا ها؟ 11 و10. تبقى الساعة كام؟ آخر قرار ما تقولوش، هيفوزوا عليكم. 11:10. 11:10 علشان نظبط الساعة. بقت الساعة 11:10. فريق الولاد 8:30. 8:30. تعالى اقف جنبي. ماشي. ها ماشي. قول كده بصوت عالي. العقرب الصغير على كام؟ العقرب الصغير هيبقى على 8:30. هيبقى على 8. يبقى على 8. تعالى انا هسأل. العقرب الصغير على 8:30. يبقى العقرب الكبير على كام؟ 4. برافو برافو. طب تعالى نقراها كده. اسم مجرور بالكسر. الساعة مظبوطة ولا لا؟ صح. صح صح. برافو. الساعة مظبوطة. اقعد. الاسم المجرور بيبقى بالكسرة. برافو عليكم، انا مبسوطة جدا. ودي كانت اللعبة بسيطة قوي وسهلة، منها بنعرف اللغة العربية او الاعراب عامل ازاي، ومنها
من اتعلم الساعه. يا رب تكون اللعبه عجبتكم، وعايزاكم انتوا كمان تلعبوا اولادكم او الاولاد يعملوا اللعبه دي بنفسهم لانها سهله جدا، ويعملوها ويلعبوا بيها هتفيدهم جامد جدا. خلصت فقره اول فقره، فقره اللغه العربيه، ودلوقتي هنروح نلعب لعبه من بينجو حلوه قوي قوي قوي. يلا نشوف بينجو جايبانا ايه. يا بنات يا بنات يا ولاد، انا مرمر زبقر عندي معاك. بعد ما ذاكرنا وتعبنا وكنا شطار قوي قوي في اللغه العربيه وجبنا مجموع كبير جدا، دخلنا كلنا كليه طب الاسنان وبقينا دكاتره كبار جدا، كلنا بقينا اسمنا دكتور كعبول. اصغر دكتور في الاطفال دكتور كعبول. بينجو جايب لنا النهارده لعبه دكتور كعبول، لعبه جميله جدا جدا جدا. قبل ما اقول واشرح اللعبه، عايزه اقول واحنا بنشتري اللعبه دي عايزين نتاكد انها عليها علامه الجودة، اهي علامة الجودة EN71 والكول سنتر 19858. نتأكد من العلامتين دول قبل ما نجيب اللعبة. لعبة دكتور كعبول هي لعبة دكتور السنان اللي بتفيدنا في ايه؟ اولا بتعلم او بتشجع الطفل ان هو يهتم بسنانه من حبه في اللعبة، بتزيل الرهبة بين الطفل وبين دكتور السنان، بحيث ان هو لو دخل على دكتور السنان يكون عنده اصلا الخلفية عن ادوات لعبة او ادوات الدكتور السنان. لعبة جميلة جدا وبتنشط الخيال عند الطفل لانه بيعمل حاجات كتير قوي، هنشوف بيعمل بيها ايه. تعالوا نفتح اللعبة دي ونشوف دكتور كعبول. اللعبة عبارة ادي الادوات بتاع الدكتور السنان، وهشرح كل اداه عباره عن ايه دلوقتي. نبدا واحده واحده. في مجموعه الوان من الصلصال، الابيض طبعا للسنان، المفروض سنانها تبقى بيضه وجميله، اللون الازرق لحشو السنان وللتقويم، لحشو السنان والتقويم، واللون الاحمر للسان وبرده للتقويم زي ما هي موجوده عندنا. ده الفاينل النهائي، واللي بيبقى اخره شكل راجل مبتسم جدا وسعيد ان سنانه بقت حلوه وجميله بعد ما دكتور السنان صلح السنان بتاعتنا. تعالوا نفتح بقى الادوات بتاعتنا، افتحوها انتوا بقى قبل ما انا اركب دكتور الولد. انا بتركب ازاي؟ بتركب كده اهو اهي، بتتركب اهو كده اهو، بسيطه جدا. وادي الادوات، الوش تمام تمام جدا. معانا بقى التولز، انا مش هفتح الكيس ده، انا معايا التولز دي مفتوحه. تعال نشوفها، نحطها هنا الاول. اولا عباره عن في عندنا مرايه الدكتور اللي بنشوف بيها، نفتح ونشوف بيها كده اهو. وعندنا آلة تنظيف السوس، هننظف دلوقتي بيها. آلة ضغط الحشو، فين آلة ضغط الحشو؟ هي دي آلة ضغط الحشو لما يبقى فيه حشو. وعندنا ايه تاني؟ كماشة نشيل بيها السنان زي كده اهو، ما احنا بنشيل السنان كده اهو، بنخلع السنان كده اهو. عندنا آلة الكماشة، وعندنا فرشة السنان بننظف بيها السنان، وعندنا الاسطمبات اللي بنحط فيها الصلصال. عندنا اشكال السنان اهي كلها في اسطمبات كتير جدا اهي. هنبدا نلعب مع بعض، يلا تيجوا نلعب. نعمل ايه؟ اول حاجه اللعبه دي بنبدا نعمل اللسان، فين الاحمر؟ اهو الاحمر. تعالوا نعمل اللسان. بنعمل اللسان ازاي؟ اول حاجه بنعمل اللسان، وبعدين نبدا نعمل السنان، وبعدين نعمل بقى التقويم، وبعدين نحط السوسه عشان نشيل السوسه. هناخد اهو جزء من الصلصال وندعكه كده اهو، كده اهو، جامد جدا. مين نفسه يطلع يبقى دكتور سنان؟ طب دكتور يعني ايه؟ اي دكتور ممكن انا؟ ها؟ ممكن اكون دكتور على الحيوانات وكده. والله؟ بجد؟ انا بحب الكلاب. طيب ماشي،
فيش حد يتمنى يبقى دكتور جراح مثلا؟ لا انا ما بحبش دكتور جراح. عالمه وانت نفسك تطلع ايه؟ مهندس؟ أوه. الله زي سكر كده. انا برضه عايزه اطلع مهندس ديكور. مهندس ديكور ومهير جميل قوي. عملنا عايزه اطلع لعيب كوره بقى. بنقفل الوش يا رب كل واحد يحقق احلامه وامنياته، ومنحط اللسان الصلصال الاحمر اهو كده اهو، نعمله كده اهو، نضغط عليه جامد جدا اهو. تمام. بعد ما حطينا، شايفين معايا؟ شايفين كلكم؟ بعد كده بنعمل ايه؟ دي دلوقتي المفروض بنقوم فاتحينها كده. التنج بتاعته ولسانه اهو. لا 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 حلوه جدا. بص حتى فيها ايه؟ لو الكاميرا جايبه. عجباني جدا التقسيمه بتاعت اللسان والفراغات اللي فيها الحاجه. تمام؟ حلو. عملنا اللسان، دلوقتي تعالوا نعمل السنين. سنين يلا بقى ساعدوني بقى، وانا هبقى الدكتوره لوحدي. يلا خدوا ساعدوني بقى اهو. اعملوا سنين واحنا نعمل الحشو. اخد ده منه عشان ايه؟ نشيل هو الازرق ده. الازرق ممكن هقول لك ممكن يبقى الحشو اه والبري زي هنا. بص الازرق عاملينه الحشو والبري. ايوه طب اعملي انت الازرق. مش عارفه الدبس جامده سايباكم انتوا الفتحه. اه ايوه اهي. انا هبصوا هعمل ايه. فين الاستامبه؟ فين الاستامبه؟ هي معاك. طب اعملي انت خد اعمل سنتين. طيب ماشي. انت بخيل ليه؟ يلا حط السنتين بقى اهو. يلا علشان عايزين نحط فيها السوسه ونشيل السوسه. انا هعمل انت السوسه هنشيل حياتي كده. ناخد نقطه صغيره كده ايه عشان نعمل فيها السوسه. عملت السنان؟ طبعا. حاجه تحت درس. ده درس اهو. درس نحطه هنا مثلا. نحطه فين؟ نحطه هنا مثلا. يا السنه وقعت اهو. حطينا السنه اهي. تيجي نحط السوسه؟ عندي هنا السوسه. سنه اهي. خليه سوسه خليه يغسل سنان. اه ما احنا بعد ما نبص اهو هنعمل ايه؟ هنجيب ال اهي واحده اهي نشغله فيه اهو. انا عملت واحده بس مش عارفه هي عامله كده ليه. بص هنشيلها. بصوا بقى بصوا انا كدكتور السنين بقوم عامله كده اهو. يا سلام دكتوره هايله والله. وعملت اهو الحفره اهي. شفتوني دكتوره ازاي؟ واقوم حشيها بالايه؟ اهي واحده كمان. بص انا هحشيها حشو ابيض عشان ما يبانش، عشان سنانه تبقى حلو. ماشي حشو ابيض بقى كده اهو. ريحته حلوه. فين بقى؟ اه طبعا. عايزه اقول ان انواع. برافو عليكي اهو عملت اهو. عملت الحشو كده جميل عشان انا بتقولي سنان شاطر قوي. عايزه اقول ان الصلصال ده امن جدا للاطفال. وبعد كده نغسل له سنانه. انا خليني في الجاهزه دي بقى اغسل له سنانه. انا دكتور كعبول عملت سنين وعملت تقويم وعملت عملت واحده كتير جدا. وفي الاخر الاستاذ سعيد جدا ومبسوط قوي بالدكتور كعبول اللي نظف له سنانه. اصحاب الحلوين يا رب تكونوا اللعبه عجبتكم، ويا رب تهتموا كلكم باسنانكم فعلا، وما تضطروش تروحوا لدكتور كعبول، تبقوا انتوا دكتور كعبول. سنة حلوة. عجبتكم اللعبه؟ الله سنه حلوه. طيب بينجو بتقدم هدايا للاطفال اللي معانا دلوقتي. دكتور كعبول لكل طفل علشان هما قرروا يبقوا دكاتره بعيد عن احلامهم اللي هما بيحلموها. يلا بقى بينجو. خليك وانا بكلمك. يلا كل واحد ياخد. قوموا بقى كده. قوموا كده وقفوا معايا كده جنب. تعالوا حواليا. ثانك يو بينجو. ثانك يو بينجو. ميرسي جدا. ودي اتفضلي لعبتك. مين ما خدش اللعبه؟ ايه ده؟ انا طلعت بلعبه. انا كمان خدت لعبه. تعالى اقف هنا. اقف كده عشان تبين للكاميرا. ميرسي البينجو اللي جابت للاطفال لعبه الدكتور كعبول. ميرسي جدا. ولعبه جميله جدا ومفيده قوي قوي قوي، وفيها فكر وفيها حاجات حلوه قوي. عجبتكم اللعبه؟ اه. قول ثانك يو بينجو. ثانك يو بينجو. اصحاب الحلوين خسر الفقره بتاعتنا، ويلا بينا نروح فقره ثانيه جديده. يلا بينا. هقول حواديت واعمل عبايا فيها خبايا وفيها مزايا.
بنات يا بنات يا ولاد انا مرمر زبقر عندي معاك. وصلنا لفقره هم المامو، وزي ما احنا متعودين ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا كلنا عارفينها وحافظينها وعارفين انها سهله جدا، بس اهم حاجه ازاي نحط التاتش بتاعنا، ازاي نخلي الطبق بتاعنا مبهج ودمه خفيف، ازاي ممكن يجي لي اصحاب فافطرهم او اعشيهم بشكل مختلف جدا في حاجه او اكله او طبق هم متعودين عليه. احنا النهارده هنعمل طبق عادي جدا كلنا اعتقد عارفينه، طبق البيض الاومليت، بس هنعمله على شكل الشمس الضاحكه. هي دي ازاي نحط البهجه في الطبق بتاعنا. تيجوا يلا نعمل البيض الاومليت، يلا بينا يلا بينا. اعتقد طبق بيض الاومليت، تعالوا يا ولاد تعالوا، ولا انتوا عشان ولاد ما لكمش في المطبخ؟ لا مالكمش في المطبخ؟ لا ما تعرفوش تعملوا؟ انا بعرف اظن سهل، والبنات طبعا اظن انتوا كبار شكلكم بتعرفوا تعملوا البيض الاومليت، واعتقد اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا اعتقد بيعرفوا يعملوا برضو البيض الاومليت، بس الجميل ازاي اقدم الطبق بشكل حلو جدا. البيض الاومليت طبعا احنا كلنا عارفين عباره عن، هنجيب البيض قولوا لي وانا هعمل. نغسل البيض جديده ماشي، بس حلو نكسر. ماشي نكسر البيض، بس برضو ممكن نغسل البيض لما في بيض بيبقى مش نضيف نغسله عشان تبقى ايدينا نضيف. هنكسر البيض تمام. يلا الولاد على فكره هم اللي بيقولوا لي مش البنات. ملح ملح والفلفل، ملح والفلفل، بعد كده نقلب وبعد كده نحطه في الطاسه. خلاص وخطوه خطوه عشان انا ما بعرفش اعملها. وفلفل مش كتير اهو، ونعمل ايه تاني؟ ونقلب كويس. هنقلب كويس، دي اضافه مهمه جدا. هنقلب كويس، قلبنا كويس. حطه في الطاسه، حطه في الطاسه، هنحطه في الطاسه زيت. الله برافو على الاضافه. نحط في الطاسه زيت اهو عشان ما يلزقش، عشان ما يلزقش. ونسخن الزيت، نسخن الزيت برضو، دي اضافه مهمه جدا. تمام جدا، احنا بنحط عليه زيت او سمنه طبعا ايا ما كانت، او زبده او زبده. يا سلام على الاضافات، مبسوطه جدا من الاضافات. ها هنعمل ايه تاني؟ هنحط البيض. حطينا لا هنسخن الزيت، هنسخن الزيت. هو بيسخن بسرعه. هنحط البيض، بعد ما نحط البيض نحط الاول حبه صغيرين لا ليه، هنسيبها الحبه الصغيرين لحد ما تستوي، ما بتاخدش وقت طبعا. اعتقد الكل ايه ده الطبق ده بتاعي، عشان احنا عاملين الست الاطباق بتاعكم، انا فبعمل الطبق بتاعي انا لحد ما البيض يتعمل. تعالوا نعمل الادي اهو، طبق البيض الاومليت العادي جدا اللي مامي بتعمله لنا عادي جدا في البيت. طب انا مش عايز اكله كده يا مامي، انا عايز احط فيه شكل مبهج عشان نفسي تتفتح. تيجي يا مامي اعلمك ازاي، احنا اللي هنعلم مامي. تيجي يا مامي اعلمك ازاي تعملي البيض الاومليت الشمس الضاحكه. عندنا الطبق اهو، اوكي. حط زيتون، هنحط الزيتون الطماطم الاول كده اهو حواليها، بقدونس تبقى الحاجات اللي بتطلع منها تبقى شمش. ايوه بس خليني تمام علشان ايه ادي شكل الشمس. اوكي تعال نشيل الزيت ده خليه هنا بس كده، دي بس الحقها. اهم حاجه بقى الشطاره بقى في المطبخ ايه؟ نقلبه عشان ما يتحرقش. لا مش دي الشطاره، لا مش دي برضو الشطاره. الشطاره ايه كده اهو، انا خايفه. لا لسه، لا الشطاره ايه؟ ان انا اكون بعمل حاجه ومركزه مع الحاجه الثانيه. شاطر. فما فيش حاجه بقى تتحرق مني، حاجه تبوظ مني، لا لسه شويه علشان ايه؟ تعالى نكمل اهو. بقت اهي، ادينا شكل الشمس اهي طبعا اهي كده اهو. تعالوا نزوق الشمس الضاحكه، ما احنا كده عملنا الشمس عينين. بس ما ضحكتش. ادي العينين بتاعتها، الطماطم والطماطم الكبيره ممكن تبقى هي الضاحكه بتضحك اهي، والمناخير بالظبط كده اهو، هنعملها مناخير. والبقدونس بقى كده كلاون، كده كلاون اهي، دي كلاون ماشي، بس ممكن تبقى اسد. اسد اهو، عملنا الشمس الضاحكه او الكلاون زي ما هي شايفه، ما كل طفل له الخيال بتاعه. ممكن نعمل بقى في حاجه كمان لطيفه، اوكي ممكن نعمل له شعر، يعني الشمس ليها شعر اهي، قصه اهي نعمل لها شعر اهي. تيجي كل واحد فينا اهي، ده الطبق بتاعي. فالطبق بقى مبهج وحلو وشكله جميل جدا ومفيد وفي كل الحاجات. طيب تيجي كل طفل بقى يزوق الطبق بتاعه ويعمله بخياله هو. اوكي اهو خلاص اهي،
ده كده الطبق بتاعنا تمام. خليه هنا، يلا كل واحد بقى يزوق الشمس الضاحكه بتاعته. ها يلا كل واحد ياخد بقى. ممكن بقى تعملي شمس، ممكن تعملي ولد، ممكن تعملوا بنت بخيالك انت. تعال نزوق الطبق بتاعنا، وعبال ما هم يزوقوا الطبق بتاعنا تعال نشوف همتو جايبه لنا هدايا ايه للاطفال النهارده. يلا يا همتو نشوف الهدايا بتاعتنا. مش عارفه اجيب مش عايز تجيب ايه؟ مش عارفه انا بعمل ايه. انت عايزه ايه؟ انا عايزه اطلب الحاجات الثانيه. يلا كل واحد يعمل بقى شكل حلو. بالظبط انا هجيب الطبق ده كده علشان ايه الكاميرا تشوف. وخلاص وده بتاعي انا اللي ده بتاعي. خدوا هات هات بقى نساعدهم بقى خليهم معايا. خلاص مش عارفه انا في هدايا للبنات الكبيره دي بقى. اتفضلوا يا بنات في الهدايا بتاعتكم. اتفضلي عبال ما تعملوا هحطه هنا بتاع ده سخن. ودي للولاد الشاطره جدا قعدت تقول لي البيض الاومليت انت عملتيه حطيتيه فين؟ عملت ايه حطيته هنا؟ اه قلت له عشان ما حدش يحطه على البتاع عشان كان مشغل يمكن في النور. عملت نفس الجهاز. اتفضل. انا همسكها لهم عشان هم دلوقتي ايه مشغولين جدا. عايز اللي خلص حواري الكاميرا بتاعته يقول انا خلصت وعملت الطبق. انا عايز خلصتي؟ مش عارف احط دي فين. ادي طبق خلصناه نشوفه. احطها دي فين؟ تمام كده معايا؟ لا انا عايزه اجيب الزيتون. برافو عليكي طبق جميل جدا. انت عايزه ايه؟ البق عايزه له ايه؟ ممكن يبقى بالزيتون ممكن بال انا عايز الزيتون. عملنا له بق. وده ايه؟ ممكن تجيب لي الزيتون؟ الله عملت فيونكة جميلة طبق جميل شايفينه؟ الله بص دي حلوة. هو أنا لقيته مقطوع فعملت كده بقى ونزلوا شوية غدود غريبة. بص الطبق ده جميل جدا عاجبني موت موت. بص أنا خلصت. حلو قوي خلصت. أنا لقيته مقطوف من فوق فقلت أعمل خلاص حلو. وريني أنت عملت إيه؟ وري الطبق. برافو حلو قوي شكله حلو. تعودوا بقى دايما تحطوا الشكل المبهج في اي طبق بسيط جدا نحط فيه الفرحه عشان يبقى شكله جميل جدا ويفتح النفس. ما تحطهوش على مش عارف احط فيه. اه بس اتفضل الهديه من همتو. اتفضل الهديه من همتو وبونا بيتي. وعملنا كلنا طبق الشمس اومليت الشمس الضاحكه. يا رب يكون عجبكم ويا ريت اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا لو عجبهم الطبق يعملوا الطبق البيض الاومليت ويا ريت يبعته لنا على الصفحه بتاعتنا علشان لو عملوه حلو هياخدوا معانا جوائز حلوه قوي من همتو ومن بينجو كمان. ثانك يو لهمتو على الجوائز الحلوه الجميله دي. عجبتكم الجوائز بتاعت همتو؟ اه. قول ثانك يو لهمتو. ثانك يو همتو. ونقول بون ابيتي ويلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا ناكل بقى كلنا مع بعض. هقول حواديت واعمل عبايه فيها خبايا فيها مزايا. هقول حواديت واعمل عبايه فيها خبايا فيها مزايا. وجت فقرة الحدوتة وحواديت بنقولها من أيام زمان من أيام أجدادنا وهم بيحكوا لنا حواديت وحواديت بنتوارثها أجيال ورا أجيال. فايدتها إنها نتعلم منها العظة والحكمة اللي جوه الحدوتة. النهاردة معانا حدوتة في الكرتون هنتفرج على الكرتون بتاعتنا ونشوف الحدوتة بتقول لنا إيه ونسمع ونتعلم الحكمة اللي جوه الحدوتة. هحكي لكم حدوتة الديب والثلاث معزات. قال لك ايه؟ قال لك كان فيه سعاد ورد وشربات ثلاث معزات والاتحاد نقدر نهزم اي حد. اصحاب الحلوين هي دي كانت العبره والحكمه اللي في الحدوته بتاعتنا. ازاي نتحد؟ لان في الاتحاد قوه وبعد ما نتحد نفكر كلنا بصوت واحد مش باكتر من صوت علشان نعرف ننقذ نفسنا من اي عدو يقدر يهجم علينا او يدخل علينا. يا رب تكونوا استفدتوا من الحدوته بتاعتنا وانتوا كمان تكون عجبتكم واستفدتوا من الحدوته. وخلصت فقرتنا فقره الحدوته. يا رب تكون عجبتكم. وتوتا توتا حلوه ولا ملتوته؟ هقول حواديت واعمل عبايه فيها خبايا فيها مزايا. يا بنات يا ولاد انا مرمر زبتر عندي معاك. اهلا
أهلا بكم أصحابي الحلوين المؤدبين الكويسين. أنا بصراحة عندي مشكلة خطيرة جدا، أنا دايما بتأخر على مواعيدي ومامتي بتزعل مني وبتقولي دايما اعرفي قيمة الساعة اعرفي قيمة الساعة. فقلت بقى أنا هدور على قيمة الساعة وأجيب معلومات عنها. تيجي نشوف الساعة هتقول لنا إيه عن نفسها؟ أنا الساعة موجودة عشان أحدد لكم الزمن قبل ما أظهر ليكم بالشكل اللي أنتوا عارفينه ده. كانت الحضارات القديمة بتستخدم النجوم لمعرفة الوقت، وفي ناس كتير بتعرف الوقت عن طريق دورة الشمس والقمر والفصول الأربعة، وبدأوا واحدة واحدة يخترعوا أنواع ساعات زي الساعة الشمسية والساعة الرملية، لحد ما بقيت على الشكل ده. أنا بتكون من تلات عقارب، واحد مخصوص للساعات، واحد مخصوص للدقايق، والتالت للثواني، وفي مني طبعاً الساعة الرقمية. أنا الساعة. بنصحكم يا أصحابي لو بتحبوني تحترموني وتاخدوا مني النظام والدقة. أنا الساعة. الساعة دي طلعت مهمة جداً جداً، وفعلاً بتخلينا نحافظ على الوقت وعلى حياتنا وعلى نظامنا. أنا هحاول أحافظ على مواعيدي وأهتم فعلاً بالساعة، وأنتوا كمان يا أصدقائي ياريت تهتموا بالساعة وتحافظوا على مواعيدكم علشان تبقى حياتكم كلها منظمة. أصحابي الحلوين المؤدبين الكويسين، خلصت الحلقة النهاردة وخلصت فقرتي للمعلومات. إلى اللقاء بقى، وأشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ومعلومات جديدة. باي. هقول حواديت وعمل عباية فيها خبايا وفيها مزايا. لعبنا وهيصنا، بس للأسف خلصت حلقتنا. أنا استمتعت بيكم قوي قوي قوي، يا رب أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا بالحلقة واستمتعتوا بفقراتنا واستمتعتوا بالألعاب واستفدتوا منها. خلصت الحلقة النهاردة، وأشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من حلقات بنات وولاد. سكر هتقولي حاجة؟ طبعاً لازم أقول حاجة، مش لازم أسلم على أصدقائي الحلوين. أصدقائي الحلوين المؤدبين الطعمين، خلصت فقرتنا النهارده وهتوحشني قوي قوي قوي، وهشوفكم الأسبوع الجاي.